انا هو الزعرور العضلنجي، انا هو كركور العضلنجي، انا هي ليلى العضلنجية، واحنا الثلاثة بنتمرن في كل مكان في هذا العالم، بنتمرن في المياه، بنتمرن احنا عند الجبال وكمان بالشوارع في كل مكان انتو بتتوقعوه احنا بنتمرن جميع التمرينات. نعم زعرور، ما رأيك الآن أنا وإنت وليلي نروح على منطقة العضلات مشي وركض يا زعرور؟ طيب يا كركور، بس هي كركور أنا بدي أروح أول إشي أتحرك 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 وأروح لعند هاي الطيارة الموجودة قدامكم. إنتوا مستعدين تشوفوا سرعتي أنا وليلي وكركور؟ يلا 1 2 3. هينا وصلنا، انا الان دنزع الاثقال برينغ مثل هيك. يلا ليلي يلا كركور خلينا نسحب هاي الطيارة ونوديها على منطقة التمرين. يلا على منطقة التمرين. وبعد الذهاب الى منطقة التمرين هذا ما حصل. يا سلام، شوفوا عضلاتنا، شوفوا قوتنا، شوفوا حجمنا الاسطوري الخرافية. واخيرا هينا جينا على هذا المكان انا وليلو كركور. هي زعرور، انا بدي اسحب الاثقال. وانا كمان انا بدي اسحب الاثقال. ليلي رح تخسر، الان رح نفرجيكو كيف احنا بنسحب الاثقال. وي شايفين حجمي اكبر حجم، انا حجمي اصغر حجم يا زعرور. هاي شايفين حجم ليلي كيف صغير جدا؟ والله انا شايف. شايفين هاي في بالاسفل التواليت، بنقدر نسحب التواليت باسرع واسهل سهولة ممكنة. وانا بقفز من هون وبعديها انا بسحب الاشياء اللي موجودة هون مثل الكرات مثل الاثقال. قد ما انا عملاق مش مبين عندي اي شيء. واو، وين انا الان بدي احاول اني اقفز من هذا المكان. اين انا اقفزت؟ زعرور انت مش طبيعي. وبقدر اسحب يا كركور دجاج زي هيك، والله اشي فاخر على الاخر. طلعوا بقدر انا اسحب كل اشي هون. هي هيك هيك التحدي تبعنا انه نسحب الاثقال ونوديهم عند الخط الاحمر. الله، وشايفينها في هاي الآلة، فأنا بقفز من فوقيها. وهي في هون هذا التراكتور والخضروات والقمح، هون في بتات وهي باذنجان. يا سلام، وهي طماطم وهي جزر، بسحبهم بجزء من الثانية. واو زعرور انت مش طبيعي. ويلا بدي اسحب انا هذا الباب. والله اشي كتير حلو. والله شايف زعرور كيف انت قوي زي هيك. كركور لسه، وانا بقدر اني اسحب الاشياء اللي موجودة هون بكل سلاسة وقوة. يلا شايفين، قلتلكوا بقدر اسحب كل الاشياء اللي موجودة بالعالم بكل سهولة وبدون اي جهد مني. شايف ترارارا، يلا بدي اسحب انا هذا الجدار الجولدن. يا سلام، والله انت مش طبيعي. كركور انت مفكر بس هيك؟ طبعا لا، بقدر اني اسحب هذول الاشياء كمان. هاي الروبوتات بقدر اني اسحبهم بكل سلاسة. والله شايف هذول الروبوتات كثير ثقال كثير يا زعرور مش شوي. نعم انت مفكر بس هذول الصغار بقدر انا اسحب؟ لا طبعا، وبقدر انا اسحب هذول العمالقة. يلا شوف السرعة الان. ها بسرعة بسرعة بسرعة. يلا ترارارا، هيني انا سحبتهم. ويلا بسحب انا هاي كمان. يلا هاي بسحبها بكل سهولة، ما في حدا قدي انا، انا هون الاقوى. هي بدكو اسكر انا على نفسي؟ بدي اسكر على حالي في المنطقة اللي بعديها. واقولكو لا لا، ليش بدي اسكر على نفسي؟ خلاص خليني اترك. يلا احنا حاليا وصلنا لهذا المكان. شوفوا
هذول الكرات الملونة، هيني أنا بسحبهم بسحبهم بكل سلاسة وقوة. يا سلام الرائع، هيني أنا سحبتهم كل إشي. استنوا شوي، نسيت أهم الأشياء، البتات مش واضع أنا البتات. ها ها وي ها وي ها، هذول البتات هم اللي بيزيدون الملايين والمليارات. شوفوا شوفوا الآن أنا كم رح أزيد، معاي 7 مليون طاقة، شوفوا قديش رح أصير. يلا إني تقريبا أنا خلصت، شوفوا 10 مليون بس من سحبة واحدة. هي زعرور والله أنت مش طبيعي. بعرف، وزي هيك بضلني أنا أتمرن، بتمرن كتير كتير كتير. ويلا اتمرن يا زعرور. واو هيني انا انتهيت التمرين، صرت اقوى بكثير. يلا در 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 طلع طلع الكرة الواحدة، قديش انا بسحبها بكل سلاسة. بدي اجرب انا الان، بتعرف شو بدي اجرب؟ اني اسحب هذا الباب. يلا لسه التحدي لساته صعب كتير كتير. تعرفوا شو انا بدي اسوي؟ انا ما بدي اسحب من هاي الكرات، ولا بدي اسحب انا من هذول الكراسي. شايفين الكراسي؟ انا ما بدي اسحب منهم لانهم شوية ثقال، خليني اجرب اني اسحبهم. شايفين شوية ثقال، بس بقدر اني انا اسحبهم، بس للافضل. يلا 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 تعالوا، لساتنا بنص الطريق. تتوقعوا اقدر انا اسحبهم ولا لا؟ يلا يا زعرور حاول، انت تستطيع، الكراسي كتير قويين. زعرور انت اقوى واحد فينا. بعرف يا كركور، انا بعرف. ايوه ايوه هيك الكراسي بيتحركوا بشكل اسرع، وانا بتحرك كمان بشكل اسلس. انت مش طبيعي. يلا زي هيك زي هيك. يلا يلا هيني انا انتهيت من الكرسيين، واعطوني 3 مليون، متخيلين؟ بس هاي الاشياء انا ما بتفيدني ابدا ابدا. بدي افرجيكو انتو الان اي مكان هو اللي بفيدني. بس استنوا شوي، خبرتوني وحكتولي انه انا لازم اني ايش اسوي؟ اني اسوي ريبيرث عشان اصير اقوى اقوى اقوى. وانا الان بدي اسوي ريبيرث. ايه استنوا شوي، شو هذا؟ يونيت تايب اوكي تو لازم اني انا اسوي اوكي. هاي زي هيك يمكن هون اوكي. ايه يا عالم، يا ناس، يا حبيبي يا حبيبي، ايش هذا؟ شو مالك يا كركور؟ عدت كل اشي من البداية. البطة الصغير مش قادر انا اسحبه، والله العظيم البطة الصغيرة هالفسفوسة مش قادر انا اسحبها. جد بتحكي؟ خلاص انا رح اعطيك من البتات تبعتي. والله يا كركور اعطيني بترجاك. انا غبي، والله انا غبي، لازم استفدت من قبل هيك. زعرور اي بعتلك تريد. والله يا كركور انا غبي، هاي اكسبت، اعطيني اقوى بتاتك يا كركور. طيب ماشي، هاي زي هيك بعطيك 4. يلا يلا هاي خود، وهي كمان هذا درايفر بوت. اعطيني كركور، انا بحاجة ماسة انه تعطيني كل البتات القوية. يلا وهي هيك. ممتاز، ايوة هذول البتات الاسطورية. تفضل يا زعرور. شايفين الصديق الصدوق كيف لما بده يساعدكو؟ هيو كركور ساعدني واعطاني البتات تبعته. والله انا ما رح انسى لك هذا المعروف يا كركور، والله انت بطلي. شكرا يا زعرور. ويلا انا الان هيني قاعد بسحب، الان صرت ازيد 160. يلا اليوم بدنا نجيب اعلى عدد من الريبرثات. وانا بتعرف شو بدي اسوي الان؟ بدي اجعل هذا المكان، وبدي
بدي انا اتمرن. ايوه تمرن تمرن، شايفين بدأت اني انا استعيد القوة تبعتي. استعيد يا غالي استعيد. هاي شايفين صرت انا اكبر بشوي وصار معاي ريبيرث، ويلا الان بدأت انا اقدر اني ارجع اسحب البطاطا، وكمان يمكن بقدر الان انا اسحب التواليتات. نعم حتى التواليت بقدر انا اسحبه. اسطورتي. ويلا بتعرفوا ايش انا الان بدي اسويه؟ زي هيك شايفين كركور لانه ساعدني وساندني بوقت انا بحاجته، هيني بقدر اسحب كل شيء. زعرور لانه صديق في وقت الضيق. الله عليك بقدر اني اسحب هاي انا كمان، يا سلام بكل سهوله بسبب صديقي. وهيني انا اتيت الى هذا المكان، وانا الان بتعرف شو بدي اسوي؟ بدي اروح اتمرن. تمرن زعرير انا اصبحت افضل منك. لا 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 ترجع تعيدي هذا الكلام لاني انا بزعل منك. ماشي طيب ماشي. يلا 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 يلا، انا ما بدي انتظر ولا اي جزء من الثانية، انا قدها انا زعرور. يلا يلا ارفع ارفع اثقال يا زعرور. يلا يلا يلا، هي صار معي 15000. يلا لازم نخلص الانيرجي الموجودة بالنص فوق. خلاص زي هيك. بتتوقعوا بقدر اني اسحب هذول؟ كلش بقدر اني اسحب، وبقدر يمكن انا اروح على المنطقة اللي بعديها. اوه والله فكرت الوضع رح يكون صعب مثل البدايات، لكن ما في اشي صعب امام زعرور القوي. والله انا كتير فرحان كتير اني بقدر اسوي هاي الشغلات. خليني اشوف اذا بقدر انا اسحب الدجاج. والله بقدر. هاي انا سعيد من نفسي، سعيد مني انا، وسعيد منك انت يا كركور، لانه انت اللي ساعدتني وانت اللي خليتني اقدر ان حتى هاي. انت يا كركور اللي خليتني اقدر اسوي كل هاي الشغلات. حبيبي يا زعرور انا بحبك كتير. وانا كركور. يلا 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 اعطيني من هاي بقدر اني اسحبها. هاي لسه ما بقدر، بس احكي لكم كيف انا رح اقدر. عادي ايزي بيزي لمنا سكويزي، واني انا قاعد بسوي وبسوي عضلات وبرفع اثقال. فيلا ليتس جو. يلا خلينا اجرب انا اسحب هذا الاشي. شايفين قلت لكم رح ارجع بسرعة البرق بسبب كركور الغالي. انا سعيد لاجلك. يلا بقدر اني اسحب هاي، خلينا اجرب. انا كمان بقدر اني اسحبها، وايني انا سحبتها وبقدر انا ادخل من هذا المكان. وصلت له هذا المكان. وهي كركور شايف فرق الحجم؟ والله شايف. خليني اجرب اني اسحب انا شو هذا الكرات اللي هو الجزر. يا حبيبي ثقال كثير، فاذا كانوا ثقال كثير انا بسوي زي هيك. هيا ليلي. هي زعرير هيني جنبك، شايفك شايفك يا ليلي. يلا يلا وهيني انا قاعد برفع برفع برفع. انا اقوى منك يا زعرور. هي كركور استنى شوية دقائق وانا رح اصير اقوى منك. بدك تخوني وتصير اقوى مني من بعد ما اعطيتك البتات تبعتي؟ استنوا شوي، هذا الباب مفتوح. هذا الباب لاني انا فتحته. والله تذكرت. يلا يلا اسحب هاي الطماطم. اسحب يا كبير الطماطم واللي بدك اياه. هايني انا سحبت. تخيلوا انا الوحيد اللي مسوي ريبيرث. الاشي الريبيرث هذا اشي جدا صعب. والله صعب كثير. شكرا يا كركور، وصلت لي الجزرتين. العفو يا زعرور العفو. يلا بتعرف شو بدي اسوي انا الان؟ ده ظني متحرك. شكل اليوم ما رح نقدر نختم هذا المكان او نطلع من المنطقة هذيك. عادي يا زعرور مش مشكلة. نعم عادي. يلا هيني قاعد انا بسوي رياضة، عضلات عضلات عضلات. ممتاز بدأت اني اصير انا اكبر بالحجامة. زعرير معقول ترجع تصير اكبر مني واكثر عملاقة مني؟ اكيد. يلا 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 ممتاز. خليني اسحب كمان مرة. خلاص
خلاص هاي اخر مرة. بدأت عضلاتي ترجع لمستواها القوي جدا جدا جدا. يلا خليني انا ارجع واسحب الفواكه والخضروات، خليني اجرب ان اسحب التراكتور. بقدر اني اسحب هذا التراكتور؟ خليني اشوف. والله لا لسه ما بقدر. خليني اسحب القمح اشوف. ممتاز، يلا بسرعة. هي كركور بدي مساعدة صديق. ابشر يا غالي. هي كركور هاي بدي اسحب التراكتور ساعة. والله صرت اقدر. يلا رح انا اساعدك كمان. شوف 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 هيني انا رح اساعدك. يلا. لا شايفين كيف كركور ساعدني؟ كركور يلا ساعدني كمان. يلا يلا طيب امشي معاي. يلا يلا هيني انا وراك. يلا يا زعرور هيني انا بدي امشي معاك. طيب استنى شوي انا مش شايف. استنى كركور كن وراي مش قدامي. طيب ماشي هيني بدي اكون انا وراك. يلا هيني انا سحبت كل شيء وكركور هيا بدي يساعدني. يلا يا زعرور تقدم. استنى كلب ولك انت مجنون شيء ولك كن وراي. يلا يلا طيب. ايوه زي هيك بدي اقرب عليك كمان. قرب علي كمان. كركور هو اللي بيساعدني الان. يلا 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 هيني قاعد بدفع فيك. يلا يلا يا سلام بدأت ارجع على مستواي الاسطوري والخرافي. وبتعرفوا شو انا بسوي الان؟ بدي اجي على هذا المكان واقولكم على المكان اللي بعده. سبيد 1 2 3. هيني انا وصلت هون. شايفين سرعتي؟ والله سريع يا زعرور وبصراحة معاك كتير انت. بس زعرور دير بالك علي طيب لما تصير انت اقوى مني. ما عليك يا كركور انا رح اضبطك واخليك سعيد كثير كثير كثير. اتوقع زي هيك خلاص. 1 2 3 خلاص والله اقتربت اني اصير بحجم كركور. لا ما راح اسمح لك. خليني اجرب اني اسحب هذا ما بقدر اني اسحبه. طيب هذا بقدر بس يعني بدي وقت. هيني قدرت اني ارجع لمستواي الاسطوري والخرافي. الان بتعرفوا انا شو بدي اسوي؟ بدي اظني عند الخضروات بس انا الريبيرث بدي احاول اسوي كمان ريبيرث. لا بترجاك لا تسوي كمان ريبيرث. انا بدي اعيش بدي بتات. طيب طيب يا كركور يعني خايف على البتات تبعونك؟ خايف على البتات تبعوني بكسر لك راسك. طيب خلاص طيب اوعك تكسر لي راسي. ويلا خليني انا الان اسحب واسحب الاسحاب. ادري طماطم هاي باذنجان واي هون قمح واي تراكتور. يلا فرستكح يا سلام. هاي صار معي 7 مليون. رجعت لقوتي رجعت لصلابتي وكل شيء. لا والله كل شيء. يلا ممتاز يلا بدي اوصل 100 مليون الان. شايفين وصلت 53 مليون يعني كويس. يعني ايش كويس بصراحة مش كركور بدك مساعدة؟ انقلع ما بدي مساعدة. هاي والله يا كركور اجى الوقت اللي انا اساعدك فيه. يلا الان انا بدي اضني متحرك من هذا المكان اروح على هذا المكان وبدي انا اتمرن واتمرن واتمرن واتمرن. يلا شايفين هاي كثير بتزيدني. طلعوا هاي صار معي تقريبا 5000. معي لسه 50 مليون. انتم مستقلين بالخمسين مليون؟ ما حدا يستقل بالخمسين مليون قوة لاني انا هو زعرور الدب الكبير. هاي ظهرين انت الكلب الكبير. لا 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 يلا شو هذا البيت شوب؟ خلينا انا بدي اروح شوية هيك ثواني خلينا اشوف بتاتي. انا هيني انا فتحت هذا 100 ألف، هذه 65، هذا 50، وهذا 400. يعني اكثر واحد 100 ألف. اشوف هون خليني اشتري شغلة هون.
مليون بخمسة مليون، هيني انا اشتريتها كم هاي زي هيك. نفس الاشي تقريبا. فانا الان بدي اسوي زي هيك، خليني انا اسوي ان كيوب وخليني ابيع انا هذا واضع انا هذا، هيك انا بتزداد قوة البتات تبعته. هاي اشتريت هاي، وهي اعطتني هاي السماعة قوة مش طبيعية، فانا اسوي زي هيك. طيب زعرور بدكش ترجع لي تبعوني؟ ابشر يا غالي، يلا ها بدي ارجع لك اللي اعطتني اياهم، خليني اشتري كمان واحدة، يلا وهيك خلاص. تعال يا كركور ارجع لك اللي بدك اياهم. ايه صباح الخير، لما صار عندك اشي كويس اعطيني اللي كويسين. روح انقلع يا خاين لك يوم. تعال تعال يا كركور، اي تريد هاي كركور، يلا قبلني يا كركور. هاي نقبلتك، تفضل. هاي هذا خليني انا اشوف، وهي هذا اعطيتني واعطيتني هذا، تفضل. شكرا. العفو، هيني انا رديت له الامانة. وايد اسوي كيوب هون وكيوب هون وكيوب هون، ويلا خليني اكمل انا تمرين وتدريب. يلا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يلا ليتس جو. تمرين تمرين، انا بعد ما اخلص من رفع الاثقال الان بدي اروح عند هاي الكرة واجرب اني اسحبها، بدي اشوف اذا انا بقدر اني اسحبها ولا لا. يا رب ما تقدر. يا خاين، بتحكي لي يا رب ما اقدر، انا الان بدي اجرب اني اسحب هاي، تتوقعوا راح اقدر ولا لا؟ لا والله ما بقدر. طيب الكرة خلينا اجرب. الكرة بقدر، وبكرهك. هي كركور الكرة انا بقدر اني اسحبها، ياي يعني سحبتها واخذت مليون، بدي ارجع عند الخضروات واسحب واسحب واسحب، يلا ليتس جو. ضرور اذا انت بتقدر تسحب واحدة انا بقدر اني اسحب ثلاث، لساتني انا اقوى منك. يلا حبيبي سوي اللي بدك اياه، هيني انا ذاهب. انت خايف مني حسك؟ لا طبعا انا ما بخاف من اشكالك ابدا ابدا ابدا. يلا 1 2 3. واو تعلمت طريقة جديدة للنصب والاحتيال، شايفين شو بسوي انا؟ بسحب هذول وما بتقدم لهذاك المكان، بتقدم انا لهذا المكان، اسرع بكثير واحلى بكثير. بس هي مين اللي ماسكني؟ هي شو هذا؟ علقت علقت. تستاهل لانك غشاش، تغش بكل اشي انت. لا عيني انا سويتها. هاي قلت لك شايفين، واحد اثنان ثلاثة وبعديها انا بسوي زيك. بعد عني يا غشاش، انت الاكبر غشاش. وبسحبهم وبضعهم انا هوني لورا. اوه ضلك انت غش. وكمان هذا التنين اللي ما بيقدر يسحبوه اي حدا يعني الا يكون قوي، بسحبه انا بكل سهولة وبسحبه على هذا خط النهاية الموجود هون. وطبعا وبكل سلاسة وقوة بروح وبسوي تمرينات وبكون انا طبعا اسرع واحد بالعالم. يلا طيب. هي انا مش قادر لاني انا بنت صغنونة. بنت صغنونة بنت انت بلاش، انا ما بدي ازعلك. هي احترم لحالك طيب. هاي يلا خلينا اجرب نسحب هاي اشوف. هاي ما بقدر. يلا شاهدوا الان انا هاي ما بقدر اني اسحبها. شوفوا الان كيف انا رح اقدر اني اصير اسحبها بكل سهولة. عدوا للعشرة، بس قبل من عد للعشرة اشتركوا بالقناة كلكو، يلا اشتركنا نوصل نص مليون وبعديها مليون وبعديها 10 مليون، ونجيب درع اليوتيوب الالماسي واكسر درع اليوتيوب الالماسي واوزع الالماس على كل المتابعين. يلا اشتركوا
مين اسرع، انا ولا انتو؟ يلا اشتركوا بالقناة يا اساطير، اشتركوا بالقناة يا افضل فريق بالعالم، فريق زعرور البطل. ياي والله كثير منكم سريع. يلا انا ما كنتش اقدر اسحب هاي، الان ما بقدر اسحبها. لا والله هاي نقاعد انا بسحب فيها، شايفين؟ والله هاي نقاعد انا بسحب فيها. لا لا شوفوا كيف بجزء من الثانية بقدر انسحبها. 1 2 3. ياه شايفين السرعة، انا قلت لك صرت انا سريع زعرور، لكن لساتنا ما طلعنا من المنطقة هاي، منطقة السماعات. نفسي اعرف شو في بعد هاي المنطقة. خلص انا بوعد المتابعين الان، اذا هذا الفيديو ضغطوا على زر اللايك كل اللي بيشاهدوني حاليا، انا رح اسوي الجزء الاخير وادفع 50,000 روبكس على هاي اللعبة، واحكي لكم شو بسوي، بنهيها بثانية واحدة، بفتح الشابة وبشتري كل البتات. شايفين؟ شايفين هذا البيت الاوبي اللي سعره 13,000 روبوكس؟ انا رح اشتريه، وانتو رح تتذكروا هذه الكلمة، انا رح اشتريه ورح اجيب 5 منه، 50,000 روبوكس. شايفين؟ وتذكروا كلامي كويس كتير كتير. فالكل ايش لازم يسوي يا كركور؟ لازم يا زعرور يشتركوا بالقناة ويضغطوا لايك بس بس بس. نعم هي كركور يا ليلي، كركور تعال نقيس احجامنا. خلينا ندق شوف مين الافضل، انا ولا انت؟ انا والله مش عارف، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين الاقوى، انا ولا كركور؟ شكلي انا. هي لا انا. هاي وين ليلي؟ خلينا نشوف ليلي المسكينه، هي الان تخيل تكون اكبر مني انا وكركور. يلا طيب خلينا نروح نشوفها. هيني. هاي والله انك مضحكه انت يا ليلي. وبعد العوده الى المنزل هذا هذا ما حصل. ياي عدنا الى المدينة في هذه المركبة، لانه ما في اي مركبة بالعالم تقدر انها تحملنا، لانه احنا عمالقة وسطير. والله يا زعرور يلا ايش اللي عندك تسوي؟ بدي انام انا يا كركور لاني متعب. هي كيف الاقوياء بيناموا؟ الان انا بدي افرج الجميع كيف الاقوياء بيناموا، بيجي هوني بيحملوا الاثقال، بيحملوها بهذا الشكل وبيدخلوا على غرفة النوم وبيناموا وهم بيحملوا أثقال.